شوف، هي صح في مباراة الذهاب خسرنا 4-0، احنا مباراة العودة إذا ما عدنا ما نخسروا، هي كاين عوامل ما خلتنا نخسروا 4-0. يعني طرد قروي 30 دقيقة وين تلعب 60 دقيقة كاملة ضد فريق الأهلي، شيء صعب يعني، مش حاجة سهلة تلعب 60 دقيقة منقوص عدديا. أنا حبيت نقول لك يعني مباراة العودة راح تكون مختلفة كليا عن مباراة الذهاب، عامل يعني الأرض والجمهور، وان شاء الله ندخلوا، احنا قلت كذي معركه، احنا ندخلوا 11 لاعب ان شاء الله من اجل الفوز، واحنا كمان نلعبوا كامل حظوظنا ان شاء الله من اجل يعني تحقيق رومونتادا، واللي في الاخير يجيبها ربي ان شاء الله.